اهلا، الاخبار معكم. في الفيديو ده انا بتكلم عن القناة وانك انت تعرف المحتوى اللي فيها وازاي تعرف تجيبه. تمام، اولا احنا في قناة بيتمريت بنشرح مواد كلية علاج طبيعي، تمام، وشرحين عدد يعتبر كبير من المواد، حوالي 8 او 9 مواد. تمام، في القناة انت لو دخلت على اليوتيوب كتبت بي تي مرت، تمام، ودوست انتر، تطلع لك القناة، تدوس عليها تظهر لك القناة. تمام، لو رحت لقوائم التشغيل هتلاقي كل مادة ليها قائمة. تمام، في القائمة دي بتاعة مذاكرة المواد وازاي تذاكر صح، تمام، واللي محتاج تعمله علشان تدخل اولى كلية علاج طبيعة او اي كلية طبية وتنجح فيها. تمام، ففيها شرح الخريطة اللي انت لازم تعملها قبل ما تدخل الاولى كلية، زائد طريقة المذاكرة بتاعت المواد. تمام، وهكذا. دي قائمة شرح اناتوم 2 بتاعت الدكتور سلوى، ومراجعة عظام اللور ليمب، وهكذا وهكذا زي ما انت شايف اكتر من حاجة. تمام، وبرضو في فيديوهات انا مجمعها من قنوات تانية برضو مهمة خالص. تمام، وهكذا انت بتشوف الاناتومي، الهيستولوجي، المينورال ماسل تيست، سكاشن الفيسيولوجي، الكونسولوجي، علم الحركة، وهكذا مراجعة عضلات الابر ليمب. تمام، ودي القايمة دي بتاعة الكورسات الطبية بتاعة كلية علاج طبيعي، وبرضو في القايمة دي في كورسات انجليزي، وهكذا زي ما انت شايف المحاضرات، وكل قايمة خاصة بمادة أو خاصة بحاجة في المادة. تمام، القناة كويسة خالص وهتفيدك إن شاء الله. شكرا خالص، مع السلامة.